في القلب النابض للمدينة الحمراء يقع جامع الكتبية، تحيط به صومعة مهيبة كشاهد على فضاء ساحة جامع الفرن الأسطوري، حيث يأخذك في رحلة طويلة عبر القرون لاكتشاف تاريخ مبنى رمزي ساهم إلى حد كبير في ترسيخ قيم ومبادئ الإسلام الوسطي. خلال شهر رمضان المبارك، كما هو الحال في الأيام العادية من السنة، يتدفق المصلون من جميع الأعمار بأعداد كبيرة ومن جميع أحياء المدينة الحمراء ليأخذوا مكانهم في هذه المعلمة الدينية لأداء الصلاة والاستماع إلى خطبة الجمعة بحثاً عن التقوى والبركة والذكر. هذا المسجد كان له تاريخ عريق. أولاً هو معلمة حضارية دينية وثقافية، فكان مركزا للطلبة الذين يدرسون في المدارس التي كانت، وهي المدارس بمدينة مراكش كثيرة جدا، وفي فاس وفي مكناس وفي كل مكان المدارس، مدارس الدول التي مضت وانتهى أمرها، مدارس المارينية، المدارس الموحدية، المدارس في عهد الدولة السعدية، المدارس التي أسست في عهد الدولة العلوية. وللمسجد مأذنة واحدة يبلغ طولها 77 مترا يمكن مشاهدتها من الزوايا الأربع للمدينة الحمراء، بها ثلاث كرات نحاسية دون احتساب الرابعة التي تشكل النقطة المحورية، كل واحدة تمثل أرض الإسلام المقدسة، مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريفة. اشتق اسم هذا الصرح الديني من كلمة كتبيين التي تشير إلى تجار الكتب والمخطوطات القديمة، حيث أحاطت به مساحات البيع والتبادل الذي كان مصدر إلهام لاسم الكتبية، ولكن أيضا مسجد بائع الكتب. وتاريخيا كانت هذه المأذنة المميزة بزخارفها بمثابة المنبر لإعلان القرارات المهمة على الناس، خصوصا القرارات السياسية الكبرى، وكانت ساحة المسجد ملتقى للعديد من الأحداث التاريخية، وعقدت فيها الكثير من الاتفاقيات.